إلى محافظة الحديدة تواصل ميليشيا الحوثي قصفها العنيف على قرى سكنية تابعة لقبائل الزرانيق. وقال شهود عيان إن ميليشيا الحوثي قصفت قرى الكيدية والقوقر بالدبابات والمدفعية والأسلحة الرشاشة. وبحسب الشهود فقد أدى القصف لسقوط ضحايا مدنيين، وتمكن أبناء تلك المناطق من صد هجمات عدة للميليشيا أثناء محاولتها اقتحام تلك القرى. التقرير التالي والتفاصيل. وسط الحروب الظالمة التي تشنها ميليشيا الحوثي على مختلف مناطق البلاد، تبدو حربها على أبناء تهامة هي الأشد غبنا. ففي الوقت الذي كانت اهتماماتهم تذهب نحو مواجهة متطلبات الحياة، قفزت إليهم معركة لم يتوقعوا حدوثها على أرضهم التي تزرع الفل وتحصد الخيرات التي قلت بل اختفت بظهور الميليشيا جالبة الدمار. وأصبح لدى أهالي المديريات المختلفة إيمان راسخ أن السلام لا يمكن له أن يعيش إلا إذا آمنا به وقدمنا الأرواح في سبيله، كما كتب عناصر المقاومة على الصفحة التي تجمعهم. ولأجل هذا خرج أبناء الزرانيق والمناصرة والتكارير مستلهمين من تاريخ أجدادهم الدروس، محضرين أسلحتهم البسيطة لتصنع انتصارات كبيرة بدأت تلوح في الأفق وتنبت في الواقع، حيث حوصرت أطقم الميليشيا في مختلف مناطق الكيدية والقوقر والعباسين وغيرها. وأصبح من على متنها أسرى، تقول المقاومة إنها تهتم بسلامتهم ما داموا بحوزتها وما داموا رهن تعهدهم بأن لا يعودوا لرفع السلاح في وجه تهامة وأهلها. كما أصبح العدد الأكبر ممن أرسلتهم الميليشيا لتعزيز جبهاتها تحت ضربات المقاومة الشعبية التي تزداد تماسكا وقوة بانضمام المزيد من أبناء الإقليم إلى صفوفها.